ماشي. أنا ما بسمح لحدا يبكي أختي الحلوة، والله رح موتهم كلهم. خايفي تعمليها يا بنت فيروز خانم. أنا قصدت حالي كمان. ماشي حبيبتي، لا تتضايقي، المسا بشوفك. يلا باي، مع السلامة. نحن 9 أشخاص. أو أنا لا تعبني معكم، رح نجي الساعة 8:30. بس أنا ما بدي أروح. خلي الحجز من أشخاص. من أشخاص. ليش ما بدك تروحي؟ ما في داعي. ماشي، حجزت الطاولة باسم عدنان زياكيل. عدنان زياكيل. شكرا كثير، بس ما تنسوا الجاتو. طيب، يعطيكم العافية. مع السلامة. مع السلامة. يا اسمك. عفوا. ضلت مسخر علي لشوف. مراد، والله عيب تحكي هيك. اوي اوي. شوي شوي مهند، هلا بتطرق راسك. يا سلام. ليش ما بدك تروح يا مدموزيل؟ رح روح عايد سمر خانم بالاول، بس هيك مناسبة هي للعيلة وبس. والله أنا حاسة في شي، لأنه عم تتدلل علينا كتير هالأيام. لا، ما في شي. بلا. تفضل. شو في كاتيا؟ فيروز خانم بعت لك هذا يا مدام. شو صاير؟ ماما بعتتها لتعتذر مني بمصاريك. مرة غريبة.